طيب بالنسبه طبعا لكواليس مباراه الاسماعيلي، وكان في بعض القرارات، او الاسماعيلي كان معترض على اقامه المباراه على برج العرب بعد ما كانت اقامتها على استاد اسكندريه، شفت ده ازاي؟ بص، هو ده يعني خبر مكرر بنشوفه كل سنه في ماتشات الاهلي والاسماعيلي دايما. طبعا ماتش الاهلي دايما الاهلي بيختار ملعبه برج العرب وبيلعب عليه هناك، وفي قرار ان ماتشات الاهلي والاسماعيلي تتلعب خارج القاهره وخارج الاسماعيليه لظروف كلنا نعلمها يعني. لكن في اللحظات الاخيره اخر 24 ساعه فوجئنا ان الاسماعيلي بيتكلم على هل تتلعب في اسكندريه، هل تتلعب في برج العرب، هل تتلعب في استاد الماكس، كلها يعني كلام كتير جدا. الاسماعيلي كان عايز ياخدها في حته، والامن طبعا في النهايه انت بتلتزم بتعليمات امنيه يعني. صحيح. النادي الاهلي لا دخل له بهذه القضيه، يمكن حتى كابتن سعد الحفيظ لما طلع وصرح وقال لك انا العب في اسكندريه في الماكس في برج العرب في اسماعيليه لو عايزين نروح نلعب احنا ما عندناش مشكله خالص بالنسبه لنا. فالاهلي خارج الجزئيه دي ومش مركز فيها وملوش دعوه بيها يعني. وانس ما قالوا له الملعب هتلعب في برج العرب، خلاص احنا في برج العرب. لكن هي المشكله عند النادي الاسماعيلي، وانا اعتقد ان العمليه مش محتاجه تبقى فيها مش ملعب على اي ملعب وخلاص يعني. القضيه هي خلي بالك ممكن تكون عمليه يعني محاوله لاداء المباراه مثلا على ملعب الماكس، انت عارف ملعب الماكس من الملاعب الضيقه شويه يعني. ممكن فدي تكون فرصته هو افضل بالنسبه له يعني. بيبص على فرص على اساس المباراه تبقى وده حقه في النهايه، هو يختار الملعب اللي هو عايزه طبيعي يعني. بس حتى لو ملعب ماكس ده هيضايق النادي الاهلي وهو شايف ان ده هيحقق نتيجه كويسه وهو يلعب لمصلحته، هو حر يلعب عليه. زي انا لو انا جايب اي فرقه من بره من افريقيا وعايز العبها في استاد السلام او في استاد القاهره، حاجه ترجع لي صحيح. حسب الملعب اللي هيساعدني، هو اللي بيفرض الامن الملعب يعني. اللي هو يساعدني احقق هدفي. لكن في النهايه انت بتلتزم بتعليمات امنيه ولا يجب تخطيها او تغاضيها او غض الطرف عنها يعني، مهمه جدا يعني. فيعني النادي الاهلي خلاص ملتزم بيه، واعتقد ان الاسماعيلي خلاص رضخ لهذه الجزئيه انه هيتلعب في برج العرب يعني.